مشاهدي قناة كومبوس ماروك تيفي، مرحبا بكم بموجز أخبار الجامعات المغربية. فتحت مجموعة من الجامعات الروسية الفرصة أمام الطلبة المغاربة الراغبين في استكمال دراستهم العليا بإحدى هذه الجامعات، وذلك برسم الموسم الجامعي 2022-2023. أعلنت عدد من الجامعات المكسيكية عن منح دراسية موجهة لفائدة الطلبة المغاربة الراغبين في استكمال دراستهم العليا بإحدى الجامعات المكسيكية، وذلك برسم الموسم الجامعي 2022-2023. عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف مراوي اجتماع لرؤساء الجامعات يوم الجمعة الماضي 6 يناير 2023، وقد خصص هذا الاجتماع لطرح ومناقشة الشق المتعلق بالمسارات والشعب التي تتوفر عليها كل جامعة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنويع العرض وخلق تنافسية بين الجامعات الوطنية من خلال ملائمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات المجالات الترابية من حيث رأس مال بشري. وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير على الأهمية التي يكتسيها تطوير العرض التكويني وتنويعه وملائمته مع الأولويات التنموية، كما يهدف إلى ذلك المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أعلنت جمهورية إندونيسيا عن منح دراسية جامعية مفتوحة برسم الموسم الجامعي 2022-2023 أمام الطلبة المغاربة الراغبين في استكمال دراستهم العليا بإحدى الجامعات الإندونيسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.